السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الكابيش ديالي، كنت غادي نخدم الجلابة ديالي بالسفيفة، ما لقيتش الكولور اللي بغيت، دابا غادي نخدمها بطريقة الرومي، يعني على فاسون دو تركي. اوكي، غادي نشد هذا، دابا عندي القب والغلاف ديالو، باش غادي نكوفيغتيه، يعني لا غارنيتور ولا الدوبلوغ. عندي القب ديالي مشقوق من هنا، إذن غادي نشد هذا الوجه، وهذا الوجه، غادي نشد بهذه الطريقة ونخيط هكذا. إذا مخيطو عادي ماشي يكون لا تجلم، إذا هذا الوجه وهذا الوجه، كنت دو ميلانو راه في لاسيتي جدد. إذا غادي ناخذ الغلاف ديالو اللي غادي نغلف به الكابيش ديالي، وهذا غادي نخيطو من هنا جهة القرف هذا. إذا التوب ديالنا كيت أونفيون بطريقة ديال البيي، يعني كيتطوى بحكم أنه الإكرة خفيفة. كنظن دوك الرقع اللي كيسطو ليا هما هادو اللي كنطعم بهم الموديل ديالي. نحاول ما نزلش الخياطة، يعني واخا متقدش ليا غير نعطي منتوج جيد. إذا بعد ما خيط هذا، بعد ما خيطت الكوفيرتير ديالي غادي نقلب على الميليو ديالو، الوسط ديالو على هاد الشكل، هنايا الراس ديالنا نعمل فيه ميليو. إذا هادي هي التحنيكة اللي غادي يبان لنا الوجه ديالنا، غادي نشدو هذا اللي هو على هاد الشكل. إذا هنا التحنيكة وهادي حتى هي التحنيكة، إذا هادو بجوج تحنيكات ديال الوجه. إذا شنو نطلب من الأستاذ؟ غادي نشد الوسط ديال هادي، نعمل له هكدا بهذا الشكل هذا، نبدا الميليو ديالي الوسط مع الوسط بهذه الطريقة هادي، ونروح نخيط على هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا، إذا الثوب ديال الكرات الثاني كيسبب لي الإجهاد. إذا مغاديش ندير فيه، غادي نتعامل معاه بلطف. إذا ملاحظة راه شات لي هذا، وفي القانون مخصوش يشات ليا، من بعد ندير درس علاش كيشات لينا بحال هكذاك. إذا رجعت لهنايا، يعني أوتوماتيكمون كنت نخلط نخيط من هنا وندور داير، ولكن بهذه الطريقة هذي باش كنجيب داك الشيء هو هذاك، باش ما يبقى ليش مشكل اللي عطاني في الديفو في القب يجيني ملوي ولا فيه شي ديفو. بهذه الطريقة هادي دوك العروق ديال الخيوط كيجيونا مسولين وزوينين. إذا كنت بغيت نخدمو بالسفيفة، ما لقيتش الألوان اللي عاجبني،
خليت نخدمو بطريقة العصرية. الزلابة إذن إذا كنت كندير هكدا باش يجيني توب سوبل يعني ما نبالغش فيهم. مباشرة نقلبها هكدا على هاد الشكل، نشوف واش عندي شي ديفو. عاد نتوكل على الله في القب ديالي، يعني واش عندي فيه شي حاجة باش لحقاش غادي ندير دابا لا سيربيكير. الآن إذا البنات المستفيدات من هاد لي فيديو اللي كندير اللي عاد بداو، أرجوكم ثم أرجوكم تشدو إبرة وخيط وديرو بوبيلاج. بغيتي تغلبي هذا على هذا كي كتشوفيه هكدا غلبيه، ما بغيتيش غلبيه الآخر، انتي واللي حبيتي. يعني بهكدا ملي كتكوني دايره فوفيلاج كيجيك نتيول غزال ورائع. إذا أنا ما غاديش ندير فوفيلاج، كنعرف شويه الخياطة يعني، ولا حتى ما كنتسيريش على الماكينة، لأن دايره البنات كيتعلمو في لا ماشين يعني بسرعة ضعيفة مزيان. عاد كندوزو لمراحل ديال إمكانيات تجاوز السرعة اللي كتحترفي، يجوز لك تجاوز السرعة اللي بغيتي نتيا. إذن واحد النصيحة ثانية هو أنني ملي كنكون كنخيط نشوف الخياطة ديالي هنايا كما دايرة ليا شي كارثة ولا كاينة، ماشي حتى الأخير ولقى بأن راه يعني كتدير ليا هاد الفوطة ولا شي حاجة بحال هكدا. إذا كنهضر كأستاذ في الخياطة اللي كنشوف شنو كيديرو البنات ديالي، يعني باش ما نستافدو من الأخطاء. إذا بقات لنا واحد لوبيراسيون خصني باش ما يبقاش ينوض ليا هذا يتحرك ليا، ندير واحد العملية هي هي هادي. إذا كنت كنديرها وما كتكونش واضحة، غادي ندخل بجوج وغادي نلاقي هذا مع هذا باش ما يبقاش يتجبد ليا القب ديالي، باش ما يبقاش يتجبد ليا القب ديالي. اذا فيكسيت البنكله تمايا هي اللي غادي تعطيني المسائل باش ما نديرش شي مشكل. غادي نشد بحال هكذا ونخيط غير شويه ما نبالغش 6 سنتيم 7 سنتيم. لأن إذا زاد عن حدين انقلب إلى ديتي. أنتم شفتوا لقيتهم بجوج، لقيت هذا مع هذا، يعني غادي نقلب بحال هكذا وأنتم كتشوفوا السرعة ديالنا. بدات نحيد البنكلة. إذا أنت هذا الدرس ديال تي بي أو ترافو رياليزي غادي يتجزا على جزئين. أنتم شفتوا هاي باش ما ينومش هذا، يعني ملي كديري القبة هكدا كيتقلد يتهز، هاهو دابا مغاديش يتهز، غادي يولي دايرها هكدا كيما بغيتي. إذا موضوع هاد القب نعتقد بأننا انتهينا منه، ولكن ما انتهيناش منه. غادي نزيد واحد الخياطة هنا بيكاج هنايا، ولكن خصو يكون موازي ليا القب على هاد الشكل هذا، ونشوف اللي خارج ليا نحي. نزيد نحط اشنو كندير هنايا، كندير دابا خدمة المعلم ماشي خدمة الشركة، لأن في الشركة ما كيكونش مقص كبير حداك. إذا اشنو غادي نعمل؟ غادي نفيكسي هاد الخياطة هادي، نجيو نفيكسيها باش تسهل عليا في المونتاج، باش نركب الكابيش ديالي في القب ديالي في الجلابة.
اذا كنخدم بالعقل ها دابا خا ندخلو شويه مالي هذا دابا نحدقو على هاد الشكل اذا ننتقلو للموضوع الثاني باش ما نطولش عليكم. اذا الخلف ديالي هذا والكورساج دابا غادي نخدم الكورساج بهذه الطريقه هذه غادي نشد هذا الوجه اللي معلم عامل فيه الشراطي غادي نشدو هكذا ونشد ثاني على هذا الشكل غادي نخيط هنا الكتاف ونخيط الكتاف هنا اذا نتوكلوا على الله غادي ندير بحال الخدمة ديال بخير بوغتي غادي نمشي نعمل سيرجي لهادشي اللي خيط غادي نخيط البياسة عاد ندير سيرجي للبياسة عاد نخدمها لا غادي ندير سيرجي هنا والسيرجي هنا دابا باش تجيني بحال الخدمة ديال الشركة. إذا غادي نلصق القب ديالي تراسيت الميليو هنا كون دابيتيد في القرف هذا على هاد الشكل. إذا هنايا فين كاينة لا كخوازيغ ديالي هذه هي لا كخوازيغ اللي غادي نقلب هكذا غادي نشد على هذا الشكل هنا القفا هنا العنق غادي نشد الميليو اللي عملت هذا باش يكون واضح ها هو عملت الميليو شتو طق. إذا أشنو غادي نعمل غادي نشد بحال هكذا وغادي نخيط الميليو ديال القفا خياطة عادية ما تعقديش المسائل وغادي نجي من هنايا نبدا انا الخياطة من هنايا إلا لاحظتو كنبدا من هاد العلامات اللي كندير باش يجيني داكشي متوازي وانا ديجا ساويت هادي مع هادي شتو هنايا ديك البلاصة اللي وريتكم درت فيها الكرانة من الأول اللي كنت كنكسر ونشد ونخيط بهاد الطريقة والخيط اللي عملت هنايا قبيلات هو اللي غادي نهرب عليه دابا شويه ليه اذا بارك في الكرانة شتو كبدلتها هي غتسبب لي هذوك النص نحاول نلصق لا بارمونتيغ بعد ما لصقت الكابيش ديالي على هاد الشكل باش تجيني لا كارنيتور ديال لا كروزيغ وهذا بالنسبة ليا سو فون دون غوفر لي غادي يجيني في الكابيش ديالي على هاد الشكل. إذا غادي ننتقل باش ندير لا بارمونتيغ. إذا تلت واحد جوج حزامات اللي غادي نتحزم بهم هما هادو هاد لوبيراسيون عملتها في واحد الفيديو عاودت عملتها وديما كنعملها. إذا هذا حزام كيتجبد. إذا عندي لا بارمونتيغ ديالي غادي تجينا على هاد الشكل هذا القب شتو غادي تجيني لا بارمونتيغ هكدا هكدا حتى لهنا. إذا غادي نوضع الحزام هنايا هنا وغادي نهربو بسنتيم ديال الخياطة على هاد الشكل هذا ودرتو في الجهة اليمنية كنت كتهزم النساء
ندير واحد لي فيكسيت وخيط وخليت لي سباس دان سنتيمتر هنايا، خليت سنتيم هنايا باش غادي نجي نخيط هنايا وهذا غادي يترد هكذا. اذا باش نفيني وندير فينيسيون مزيانه ديالي نشد لابارمونتور ديالي بهذا الشكل دو بريفيرابل لي زيبينغ للبنات ولا البروفيلاج. إلا كنتي عاد بادية كنصحك تديري فوفيل زعما غرزة الأمام، يعني تتشبكيها بيديك عاد تخيطي، تتنشبيها بيديك عاد تخيطي، خيطيها بيديك غرزة واسعة وعمليها، مديريش الطريقة ديال الكيبة كردوها على أربعة عاد كتخدمي زعما، يعني الغرزة كبيرة كتوسعي الغرزة وكديريها، لا ما ديريش ديك القضية حتى هي زوينة، ولكن انت تعلمي تكوني عارفة شنو كديري. الأساتذة والأخوات اللي كيعلموا داخل الجمعيات ولا يعني كيبغيو يسرعوا التعلم ديالهم الأخوات، يعني باش يتعلموا دغيا، يعني أنا كنديرها يعني حبا في التلميذات ديالنا، كنبغيوهم دغيا يستافدو داكشي، ولكن كنصح يتبعو القواعد كما مزيانة حبنا للتلميذات، كنبغيوهم يتعلمو بسرعة وجميع الأساتذة يعني قلب واحد سبحان الله العظيم حبوا الخير. إذا كان نرازي هنايا باش تكون الخياطة من بغيت ندير البيكاج ولا تجيني متولة وغزالة ورائعة. إذا نمشي للجهة الثانية مباشرة ولا نكمل على العمل اللي درت هنايا، شنو غادي نعمل؟ غادي نخرج هاد الراس هدا خيون ونتعامل معاه، نخرج لابونت ديالي بهاد الشكل هدا. إذا قلت لكم بأن الفيديو غادي نديرو فيه جزئين، يعني باش نبقى ما نزربش. ملاحظة لحظة أخت صديقة ألمانية، نشوفو كي كندير، يعني كنقيس هذا، يعني كنشوف واش هو هذاك هذي، واش هو هذاك متيول، علاش باش ندوز هذي، حذاري حذاري حذاري، أتونسيون ثم أتونسيون، فوالا سا مارش. إذا ننتقل لباغ مونتيغ الثانية. إذا دوزيام بارتي لا بارمونتير غادي نبدا من التحت، إذا لاحظتو ما درتش هنا الحزام، درتو الجهة اليمنى، وكتهزمو جميع النساء، إذا محدي أنا خدام وكنكونترولي يعني باش ما نفتقش، ما نعاودش نفتق.
اذا المطلوب مني غادي نمشي ندير هنايا القرفاده سيرجي بحكم ان دوز بيكاج لهادي لهاد لابارمونتيغ هادي خصني نسيت خصني هادي هي الاولى اللي ندوز ليها سيرجي لان ما غاديش ندير لها لابارمونتيغ بريبورتي يعني جميل الى عملتي هنا لابارمونتيغ وتجي غانيي وكتزيدي طلبي الثمن الخدمه ديالك. اذا بحكم ان السيده جابت ليا قالت ليا بغيت بحال هادي غادي ندير ليها داكشي اللي قالت ليا ما نزيدش نجتهد من عقلي. اذا الطريقه باش خدمنا في المدرسه ديال تصاميم الازياء يعني ما كنخدموش بها بزاف كنشوفوا اللي مخرجنا ومخرج الزبون. لا كتلاحظوا بان هذا شويه مغلب هذا يعني ملي غادي تقلب ليها هكذا ما يبان ليش لك حل الروفير. اذا الروفير كي سافي دير الروفير بلاتي انا غادي نوريه لكم انتم لاحظوا راه مغلب إذن هذا هو الكرتيب. أنا غادي نخيط اللور ندير لي بيكاج وكنتحسس بيدي وشد الخياطة ديال الخلف إذا مليح هاهو وكنتندوز من هنا يعني تنكمل اذا غادي نحاول نلصق لي الدين ديالي. اذا غادي نشد تحت الايبيت ها هو تحت الايبيت درت كذا شوفوا الفرق دابا هما الكتاف هابطين شفتوا هنا فين غادي ندير الكرانه. اذا الصوره واضحه الحمد لله. اذا هنايا هي الخياطه هنا غادي ندير الكرانه باش يجيوني الخياطات شويه هابطين لتحت في العمام. اذا هذا الدرس ناقشتو بمراره وديما كنعاودو. اذا غادي نشد راس الكم دابا هذا مع الكريمه اللي عملت ماشي مع الخياطه اللي عندي في الكتاب ونخيط بهذه الطريقه هذه. ونجي الجهة الثانية يعني إلا درتي فوفيلاج راه تسهل عليك الطريقة يعني غرزة التشابك أو تخيطي بيديك عاد تخيطي تجي نتي ولا. إذا بالنسبة للمتدربات المبتدئات جدد وأقرر مبتدئات دير تخيطو بيديها عاد تدوز وغادي تكون أنيقة بخدمتها ونقية خدمتها. إذن بعد ما ندير هاد العملية غادي ندير سوجي باش يعطينا على شكل ديال الخدمة ديال الشركة. يعني أي حاجة تخدمت خصني نمشي ندير لها سوجي ماشي ندير سوجي للبياسة كلها. إذا نفس الشيء هادو هما الكتاف عندي هما هادو ونشوف تحت الإيبيت نقد تحت الإيبيت يكون مقد عندي ونعمل كرينة. إذا الأمام فايض كما تلاحظ. إذا الأمام هو اللي طايح هانتوما ها الخياطة وها فين عملت الكرانة. يعني كنحاول نقربكم للعصري يعني بطريقة العصري ما بطريقة العصري فيها قراية فيها اجتهاد فيها بزاف من المسائل.
اذا غادي نعمل السجن اللي عندكم. اذا لاحظوا معنا مزيان هنايا راس الكم وهادو لي زيبول، هذا الطول اليدين. غادي نجي لي بواني هنايا وغادي نعملهم ديكوراسيون. لصقت هاد الباندو ودرت ليها الفيزلين، شتو على هاد الشكل، ورست هذا بسنتيم واحد بحديده بالميكوات. غادي ناخد هذا وجه التوب، غادي نوضع هاد الطريقة راه عملتها بليزير فوا، ونشد ونعمل هاكدا على هاد الشكل. إذا هذا الظهر ديال التوب، هذا وجهه، شوفوا معايا مزيان باش تجيني خدمة فينيا. إذا الميزيغ اللي درت هنا 6 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر عاد 8 سنتيم، هذا كيبقى ليك بالنسبة للذوق ديالك شحال غادي ديري في هاد الفاندال اللي درت أنا هنا. إذا كيبقى لو شوا كو فو بخيفيري مادموزيل من مدام أو مسيو، هذا كيبقى اختيار الذوق ديالك باش نخليك تخدمي في خاطرك. شوفوا مزيان معايا، إذا هكدا غادي نقلب هكدا. إذا سنتيم اللي كفت هنايا داك سنتيم اللي خيط غادي يعطيني واحد البامبا نمتي ولا غزالة ما شاء الله كما تشوفوا، يعني كندفع داك سنتيم ديال الفيزلين باش يعطيني زعما عليا الموضوع ديالي. إذا غادي نشد ونخيط بهاد الطريقة هادي. إذا نخيط سيغ لو بو بالنسبة لهاد البوندا أو الشريط اللي عملت هنايا. إذا لاحظوا معايا واحد القضية، إجاني الشريط بعد خطرات ملي كنت صغير كنشوفو بحال هكدا كنقول أش عملولو، شتو هنا ينفيني ومن هنا ينفيني، ها انتوما شتو اش كتلا. اذا نفس الشيء غادي نعملو اليد الثانية، اذا نفس الشيء اليد الثانية هي هادي، غادي نقلبها على هاد الشكل، نزيد الشريط اللي استعملت فيه الفيزلين وطويت سنتيم باش يسهل عليا الخدمة. ريسبكتي ان سنتيمتر، هنايا احترمو سنتيم. اذا هذا الكم التاني ديالنا، نفس الطريقة اللي خدمنا بها لكم الأول نخدمو بها لكم الثاني. إذا إلى الحلقة الثانية إن شاء الله باش ما نطولوش الفيديو باش يكون درس بدرس. يلا إلى اللقاء في الحلقة الثانية إن شاء الله بالخياطة، ترقبوا الحلقة الثانية.